السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل جاتو المحلات بحاجات بسيطة جدا. هنعمل حاجات كده جميلة في الجاتو. بصوا الأشكال، هنعرف كل تفاصيل بتاعة الجاتو إزاي تطلعيه ناجح إن شاء الله من أول ما تعمليه. وده شوكولاتة، بصوا أفكار وأشكال كتيرة هنعملها في الفيديو. جاتو المناسبات، جاتو المحلات بكل تفاصيله. خليكي معايا خطوة بخطوة، هنعمل كمية كبيرة من الجاتو وبأرخص الأثمان. هتعمليه في البيت وبكل سهولة وهيطلع معاكي أحلى من بره بكتير. يلا بينا نبدأ بسم الله ونقول اتعمل ازاي الجاتو التحفة ده. يلا بينا نبدأ الوصفة وعلى طول نخش على الفيديو ونعرف التفاصيل. عندنا المقادير بتاعه الاسبونج اللي هو الجاهز، هعمل كيلو الا ربع عشان هعمل صاجين منهم. فعندي هنا 9 بيضات كبار، عندي نص كوبايه ميه كبيره، فانيليا ومحسن جل. الكيس ده 50 جرام، هاخد منه معلقه كبيره. وعندي كيلو الا ربع من الاسبونج الجاهز. تمام، هنحط على البيض فانيليا مقدار معلقة، هنحط المية وهاخد معلقة من الخل كبيرة، كتير كده بس كده. تمام، وعندي معلقة من محسن الجل هحطها، معلقة كبيرة. هضرب الاول دول مع بعض، هنزل عليهم بالدقيق بعد ما ضربتهم ضربة خفيفة كده. هنزل بالدقيق ده نص، وكمان عندي ربع، يبقى كيلو الى ربع دقيق اسبونج على 9 بيضات. وهضربهم بقى كويس قوي، دوب بس الدقيق كده عشان ما يطرش مننا ويبوظ المقدار. بص الكمية ما شاء الله، اهو الاسبونج بتاعنا كده جاهز. هاخد نص المقدار. الصاج ده يا جماعة 30 في 40، مش كبير. هعمل نفس المقدار ده الشوكولاتة، وطبعا لازم 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 الفرن تكون شغالة قبلها بحوالي تلت ساعة او ربع ساعة عشان تبقى سخنة. هيخش الصاج على 180 لمدة 10 دقايق، مش هتقطعي اكتر من كده لحد ما الاسبونج بتاعك ياخد وش من فوق كده استقرار شوية، وبعد كده تطلعيه كده. الاسبونج بتاعنا طلع من الفرن، بصوا اسفنجي خالص، طبعا سخن جدا. بصوا الصاجين اهو ما شاء الله عليهم. هغطيهم بقى باي حاجه عندك، لازم يتغطوا وهم طالعين من الفرن لحد بقى السخونه بتاعتهم ياخدوا منها، وبعد كده يطروا اكتر من هم دراي. وهنسيبهم خالص يبردوا، يا ريت تاني يوم تشتغلي فيهم، ما تشتغليش في نفس اليوم. هنعمل نفس النظام في البني، ونفس اللي احنا عملناه، نفس الخطوات اللي عملناها في الابيض هنعملها في البني، وهنرجع عشان نحط الكريمة. عندنا بقى الكريمة بتاعت الحشو بتاع الجاتو. عندنا هنا كوبايتين ونص من اللبن، بصوا لازم يكون فيه تلج كده، بصوا قطع التلج. هنحط عليهم نص كوباية من السكر، وهضربهم كويس مع بعض الاثنين عشان ادوب السكر مع اللبن الاول. بعد ما دوبناهم كده عندنا ربع كيلو من كريم شانتيه اللي هو الخام،
هحط عليه مقدار 8 كيلو او معلقتين كبار من الكريم باستري. هخلطهم الاول وبعد كده هرفع ابتدينا بقى ننضف الكيك نفسه. ده خد وش شوية معايا من تحت سلوم فبننضف فيه. لازم يبقى الوش والظهر زي كده. بصوا ارجعي سنكي لنا اهي. دي الطبقة الاولانية اللي انا عملناها من تحت. شلنا اللي فوق الوش اللي فوق واللي تحت عشان ده جاتوه فلازم يبقى فوق وتحت ابيض. عندنا بقى هنا شربات خفيف هنسقي بيه الكيك. نسقي كويس عشان يبقى طري كده وحلو. وكمان الاسبونج الجاهز ده ما بيبقاش فيه سكر كتير. شربات خفيف بارد. او عايز تسقي لبن على فكرة طعمها حلو جدا باللبن. عندي الكريمة عشان تطلع مستوى واحد حطيتها في كيس حلواني. هنعمل عشان انا عايزه الطبقه بتاعت الكريمه عاليه. نبتدي بقى نساوي الكريمه بتاعتنا بس ايه بالراحه. حطينا الطبقة التانية من الكيكة هنسقي بقى من فوق زي ما عملنا في الطبقة الأولانية برضو. نحط الكريمة هنوزع على كل السطح بتاعنا. هنيجي بقى بالمشط بتاعنا اللي هو المضلع ده عند اي بتاع حلويات هتلاقيه. هناخد نصها لان انا هعمل نصها بالجيلاتين اللي هو الاحمر. وهنمشي كده. هنيجي بقى بالترانش بتاعنا هنشوف الاطراف. هناخد المقاس اللي احنا عملناه. مش هنزل مرة واحدة. هنشوف كده عشان الطبقات بتاعتي تبان. تمام. لازم الترانش يكون في مية سخنة بتغلي علشان ينزل يبقى عامل زي المكوة. حاجة كبيرة كده حطيها فيها الترانش وامسحيه مسحة بمنزل ولا حاجة. هنا هنخلي نص الجاتوه اللي احنا عملناه سادة ده بالجيلي بس احنا ادينا لها الجيلي بتاعها. هنكمل بقى التقطيع والفينش اللي من فوق كده. هنبتدي نزي من فوق. هنعمل كده في النص. بصوا الشكل بعد ما خلصناه الصف اللي في النص ده. الشكل التاني هنعمل ايه؟ هنعمل روزيتا كده. عندي هنا الشوكولاتة حطيتها في كيس صغير جيلي. تمام. وهنعمل بقى ايه الشكل التالت اللي هو الفراولة. عملنا حرف التمانية بالانجليزي كده وهحط في الفراغات كده شوكولاتة. عندي هنا السكر الذهبي ده
هحطه بس على الاسود عشان بس يدي الشكل. نفس النظام في الشوكولاته عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هعمل برضو اشكال زي كده في الجاتو الشوكولاته، وهوريكم الفينش النهائي بتاع الاثنين في اخر الفيديو. بصوا بقى الجمال بعد ما خلصنا الجاتو كله، ده الابيض اللي احنا عملناه مع بعض اهو، وده الشوكولاته. بصوا الشوكولاته، برضو عملت جيلي ترميل شوكولاته وحطيت عليها السكر المذهب، وده تاني شكل، وده كمان الشكل النهائي. عملنا دستتين ونص من الجاتو، حاجه كده فخمه، احلى من اللي انت بتجيبيه من بره كتير، وحاجه سهله جدا لو عندك مناسبه، عندك اي حاجه يعني مناسبه خطوبه، مناسبه اي حاجه زي كده، تعملي في البيت باسهل وارخص الطرق. يا رب يكون نال اعجابكم النهارده بتاع الفيديو بتاع النهارده، واستنوني في فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. بترككم في رعايه الله، بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.